السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. وانتم تشوفوا هذا لا فيديو، الله يتقبل الصيام من الجميع. اخوان الاخوات، لا فيديو ديال اليوم غادي نتكلم على مجموعه من الاخبار، وكذلك غادي نتكلم على واحد الموضوع. بالنسبه للاخبار اللي سوف ادرجها في هذا لا فيديو، هذا غادي نتكلم لكم على اخبار فرنسا، غادي نتكلم لكم وشنو قال وزير الداخليه، وكذلك غادي نقول لكم وشنو قالت وزيره الشغل بالنسبه للمنحه ديال 900 اورو، وكذلك غادي نتكلم بالنسبه كذلك وشنو قال وزير الدولة المكلف بالسياحة فاش صادفوه يوم السبت في برنامج أوروب 1، وكذلك غادي نتكلم لكم على منحة الدراسة اللي تخص وليداتكم في الإعدادي وكذلك في الثانوي، وكذلك غادي نتكلم لكم بالنسبة للعلاقة ما بين إسبانيا والمغرب واللي هو رائج حاليا. واش المغرب غادي يحل؟ واش ما غاديش يحل؟ واش إسبانيا غادي تحل؟ واش ما غاديش تحل؟ كاع هاد المواضيع غادي تتابعوها معايا في هاد لا فيديو. اذا كان يهمكم الامر نبداو لا فيديو. بالنسبه لخبر فرنسا، واش واقع؟ بالنسبه حاليا فرنسا كتسرع في عمليه التلقيح والعمليه لو فاكسان التطعيم، في حين هاد الفتره اللي كتسرع في هاد العمليه بحيث انه كتعرف واحد العدد اللي هو انخفاض، يعني اللي هو ملحوظ في عدد انتشار ديال هاد الوباء، وكذلك في عدد ملحوظ ديال الناس اللي كتدخل لا ريانيماسيون ولا ما يسمى الانعاش. بالنسبة للحكومة الفرنسية باغية أنها تواصل البرنامج ديالها واللي ديجا تكلم عليه ماكرون، واللي هو من 3 ماي ل 19 ماي، ومن 19 ماي لو 9 ل 9 يونيو، ومن 9 يونيو ل 30 يونيو. هذا البرنامج هذا باش تحافظ عليه الحكومة الفرنسية بطبيعة الحال كيرتبط بالمرحلة ديال انتشار الوباء. دابا منين كاين يسرعوا لي فاكسان، كيف كنقولوا حنايا الأمور راها غادية إيجابية. بالنسبة أنه فرنسا بغات باش أنهم تنطلق السياحة والناس يقدروا أنهم يجيو، بغاو أنهم يديروا هذا الشيء انطلاقا من 9 ماي، ولكن باش يكون هذا الشيء انطلاقا من 9 ماي خاصو يتحدد مع مجموعة من الدول الأخرى اللي كذلك خاصها تفتح الحدود ديالها اللي هي مغلقة حاليا. بالنسبه لفرنسا حددت شروط بالنسبه بعض الدول اللي غادي يدخلوا هنايا لفرنسا، يعني الناس اللي غادي يجيو من دول اخرى ويدخلوا هنايا لفرنسا. غادي نقول لكم هاد الشروط وغادي نقول لكم هاد الدول. نبدا لكم بالدول، نبدا لكم بالشروط. بالنسبه للشروط قالت على انه خاص يبقاو 10 ايام في عزل صحي ولا ما كيسمى حجر صحي، يعني يبقاو معزولين. كذلك على انهم الخروج ديالهم كيكون فقط من 10 الصباح ل 12 النهار، يعني فقط في هذه المده. غادي تقولوا لي كي دايروا؟ غادي يعرفوا. وزير الداخليه قال على انه يقدروا انهم يتديبلاصاو للسكن ديال هذا الشخص لانه اعلن عليه في لي بابي ديالو، يعني بلي انه مقيم في هذا المكان، غادي يقدروا يتديبلاصاو باش يعرفوا هذا الشخص واش موجود في التوقيت اللي هما حددوه له، يعني يقدروا انه يخرج فقط من 10 الصباح ل 12 الصباح. كذلك على انه الاشخاص اللي غادي يجيو من هذه الدول واللي غادي نقول لكم وشنو هما، كذلك غادي يكون واحد التحليل بي سي ار اللي هو سلبي، قال لك اقل من 36 ساعة. في حالة ما كانش أقل من 36 ساعة وكان أقل من 72 ساعة وكان سلبي، غادي يعاودوا يديروا لهم طبيعة الحال التحليل هنا في المطار فاش يوصلوا لفرنسا. بالنسبة لهاد الدول كاين قطر، كاين تركيا، كاين الإمارات، كاين الهند، كاين الأرجنتين، كاين الشيلي، كاين سريلانكا، وكاين جنوب إفريقيا. نتمنى أنني كون ما نسيتش لكم شي واحد. بالنسبة للحكومة الفرنسية وشنو راهم باغيين يديروا؟ باش أنه المواطن يعرف واش مثلا كاينين الدول اللي بغينا نسافروا ليهم واش أنهم فيهم الوباء أو ما فيهمش الوباء. بغاو يديروا الحكومة الفرنسية ما يسمى لي تخوا كولور أو ثلاثة ألوان. بغاو أنه يديروا اللون الأخضر للدولة اللي كيكون يعني شبه منعدم فيها الوباء، ويديروا كذلك اللون البرتقالي للدولة اللي كيكون فيها الوباء منتشر شي شوية، وكذلك اللون الأحمر للدولة اللي كيكون فيها الوباء بكثرة. بالنسبة لهاد الخاصية ولا هاد الاستراتيجية ولا هاد الشيء اللي باغيين يديروه بالنسبة لهاد لي تخوا كولور، واللي تكلم عليها جون باتيست في برنامج أوروب 1 واللي هو الوزير الدولة المكلف بالسياحة، وقال على أنه هاد الشيء هذا غادي يشوفوه مع يعني مجموعة ديال الدول الأوروبية باش يكونوا محددين نفس الشيء، وكذلك مع الحكومة الفرنسية، وهاد الشيء نقدروا نعرفوه آخر شهر ماي. نبقاو دائما كذلك مع السياحه وشنو قال بالنسبه جون باتيست في بالنسبه البرنامج اللي قلت لكم فات فيه نهار السبت. قال على انه بالنسبه للسياحه، قال على انه ما يقدرش يقول لشي واحد لا ما تمشيش سياحه، وما يقدرش يقول لشي واحد انه لا ما تدخلش سياحه، بالعكس انه هو كيشجع الناس باش انهم يدخلوا سياحه هنا لفرنسا. وكذلك قال على انه بالنسبه للاشخاص اللي باغيين يخرجوا سياحه خارج فرنسا من حقهم انهم يخرجوا، ولكن لابد انهم
ما خاصهمش ينساو باللي اننا عاد باقين في المرحله ديال الوباء، وانه كل واحد فينا مسؤول على نفسه باش ما نرجعوش للمأساة ويزيد ينتشر الوباء. هو من خلال الكلام ديالو اللي كان يتكلم عليه بطبيعه الحال هو بغى انه يشجع السياحه الداخليه، يعني الناس اللي كاينين هنايا في فرنسا، يعني بواحد الطريقه غير مباشره، يعني كيقول لهم على انه ماذا بكم اذا بغيتوا انكم تسافروا هنا في فرنسا وانكم تشجعوا الاقتصاد هنا ديال فرنسا وتشجعوا السياحه ديال فرنسا. خاصكم تعرفوا بلي انهم مجموعه من الدول اللي كتعتمد على السياحه، بطبيعه الحال كاين اسبانيا، كاين اليونان، كاين المغرب، كاين حتى فرنسا كيعتمدوا على السياحه. وبما انه في هذه الفتره ديال الوباء ما كانتش السياحة بطبيعة الحال، الاقتصاد هبط وهبط بزاف. دروك غادي نمشيو ننتقلو عند وزير الداخلية جيرال دارمانا. كيف كتعرفوا على أنه فرنسا عندها واحد القانون، وهي أنه توفر للمهاجر اللاجئ واحد الحماية بما يسمى حماية اللجوء السياسي. غادي نتكلموا على هذه ونتكلموا كذلك حتى على المهاجر العادي اللي بحالي وبحالكم. بالنسبه لهذه الحمايه واللي يعني كتوفرها فرنسا لهاد اللاجئين واللي كيكون عندهم مشاكل يعني في الدول ديالهم، طبيعه الحال كيجيو هنايا لفرنسا وانهم كيحاولوا انهم كيصايبوا ورقتهم هنايا. لكن بطبيعه الحال اذا كان هاد اللاجئ كيشكل واحد الخطر على يعني الامن العام ديال الدوله الفرنسيه هنايا، بطبيعه الحال هاد اللاجئ غادي يسحبوا منه الاقامه وغادي يرجعوه لبلاده. خاصكم تعرفوا انه جيرال دارمانا طلب من ما يسمى بالمكتب الفرنسي لحماية اللاجئ على أنه كاين 147 لاجئ لأنهم يحيدوا لهم الوراق وأنهم يرجعوهم وما تبقى لا حماية لا حتى شي حاجة، يعني غادي تسحب منهم الحماية. في ما يخص سحب بطاقات الإقامة، وهذا الموضوع ديجا تكلمت معكم فيه من قبل، بالنسبة للحكومة الفرنسية وبالنسبة للشروط ديالها على أنه أي شخص ما كيحترمش مبادئ الجمهورية الفرنسية يقدروا يسحبوا منه البطاقة، كذلك على أنه أي شخص يعني كيشكل أو يعني تهديد عام لي او اي شخص كيشكل تهديد عام اللي هنا لامن الدوله الفرنسيه كذلك تسحب منه البطاقه، وكذلك ما يسمى بالناس المتطرفين، وكذلك الناس اللي كتاجر في الممنوعات. يعني وزير الداخليه قال اي واحد كيكون السلوك ديالو اللي كيشكل خطر تسحب منه البطاقه ويتم ترحيله. وكيف قلت لكم فيديوهات سابقه انه تم سحب بطاقه نتاع عدد كثير من الناس تقريبا من اكتوبر 2020. اللي بغيت كذلك انني نقول لكم على انه بالنسبه لفرنسا وبالنسبة للدول الأخرى اللي فرنسا باغية ترجع ليهم سواء اللاجئين أو ترجع ليهم سواء المهاجرين اللي هما يعني كان عندهم مشاكل، أو حتى قال على أنه الأشخاص أو المهاجرين اللي مساكين ما عندهمش المهم أوراق. بالنسبة لهذا الأمر هذا فرنسا كتحاول انها تلقى اتفاقيات مع الدول الاخرى اللي جايين منهم هذوك الاشخاص هادو باش انها ترجع لهم. على حسب العلم ديالي واللي عرفت انا انه بالنسبه لدوله الجزائر رفضت باش توقع مع فرنسا هذا الامر، يعني اذا شدوا شي واحد يعني الجزائر يعني رفضت باش توقع هذا الامر باش تقول لهم واه صافي تقدر ترجعوه ليا. اما ما ادرجته لكم في موضوع سابق وهو على انه المغرب يعني راه في اتفاقية مع فرنسا، وبطبيعة الحال كيكون شروط من الطرفين، كل واحد كيشوف المصلحة ديالو بطبيعة الحال باش انه فاش يرجعوا لهم هاد المهاجرين هذا كتكون الدولة انها توافق انها تستقبلهم. دابا غادي نمشيو عند وزيرة الشغل. بطبيعة الحال وزيرة الشغل وبالنسبة للمكافأة ديال 900 أورو واللي ديجا راها عندي في الفيديوهات السابقة اللي بغى أنه يمشي يشوفها، واللي هي مساعدة 900 أورو واللي كتعطى أوتوماتيكيا بطبيعة الحال من طرف بول أمبلوا، وكذلك تقدروا انكم تتصلوا بالكونسيي ولا الكونسيير ديالكم ولا لو ريفيرون ديالكم اذا بغيتوا تعرفوا معلومات اكثر. بالنسبه لهاد المساعده هادي واللي قلنا نتاع 900 اورو، يعني غادي يكون عندك ماشي غادي يكون عندك واحد الدخل وغادي يزيدوا لكم 900 اورو، لا غادي يعطيو لك 900 اورو باش يكملوا لك يعني التكمله ديال الدخل ديالك ديال الشهر واللي تكون هي 900 اورو. وبطبيعه الحال الشروط ديجا ادرجناها في يعني فيديو سابق على انه تكوني خدمتي في 2019 وتكوني خدمتي بعض السوايع في 2020، ويكون المجموع نتاع السوايع ما فايتش يكون 138، وتكونوا خدمتوا في لي زانتيريم سي دي دي، هادشي كامل غادي تشوفوه مع الكونسيي ديالكم ولا الكونسيير ديالكم. بالنسبه لهاد المساعده ديال 900 اورو بغاو يمددوها على لسان كما قالت اليزابيث بورنو هي وزيره الشغل حتى لاخر شهر ماي، ولكن راهم يشوفوا واش انهم يقدروا يزيدوا في هاد يعني الظرفيه ديال الوباء يزيدوا انهم يمددوا هاد المساعده. دابا غادي نمشي لكم بالنسبه للمنحه الدراسيه.
وعاد نمشي لكم بالنسبه للمغرب واسبانيا. بالنسبه للمنحه الدراسيه واللي هي ما يسمى لا بورس، الوليدات ديالكم اللي راهم في مثلا غادي تطلعوا مثلا للليسي وغادي نقول لكم كذلك الكوليج، طبيعه الحال تقدروا انكم ابتداء من 17 ماي تقدروا انكم سواء ديروا ان دوموند مثلا اذا بغيتوا تشوفوا اونلاين، او انكم ديروا تمشيو تجيبوا الفورميلار. الفورميلار هو الدوسي اللي كتمشيو تجيبوه مباشره من المؤسسه التعليميه فاش تمشيو دومونديو لو سيكريتاريا دي زيلاف، يعني فاش تمشيو وكتكون لاكوي الاستقبال تقول لهم بغينا لو سيكريتاريا دي زيلاف بغينا الفورميلار نتاع لا بورس. بعض المرات كتقدروا انكم يرسلوكم يعني تمشيو يعني تطلعوا عند لو سيكريتاريا دي زيلاف باش تجيبوا الفورميلار، وبعض المرات كيكونوا لي دوسي فقط في لاكول سي هكذا باش انكم تقدروا تعمروهم. بالنسبه للثانوي تقدروا تمشيو ابارتير من 17 ماي وانكم ترجعوا لهم يعني لو دوسي الى غايه الاسبوع الاول من شهر 6 سيء. هذه بالنسبة للثانوي. بالنسبة كذلك بغيت نقول لكم على أنه هاد لا بورس كتكون على حسب الضريبة السنوية ديال الأهل ديالكم، يعني دابا كان يعني على حسب نتوما الوالدين، كذلك على حسب عدد الأطفال اللي عندكم واللي هما في لي شارج ديالكم، وكذلك على حسب المدخول، وكذلك على حسب واش الأم عايشة بوحدها مع وليداتها يعني تسمى فام إيزولي، واش الأبوين يعني عايشين كاملين غادي يشوفوا الدخل ديالهم، واش الأب عايش فقط هو وليداته. المهم كيشوفوا الحالة الاجتماعية كاملة وكيشوفوا يعني عدد الأطفال اللي انتم مسؤولين عنهم، وكذلك كيشوفوا بالنسبة للضريبة السنوية. هاد لابورس هذه كتكون تريمستريال يعني كل 3 أشهر، مثلا غادي يعطيوها في شهر 12، من بعد يعطيوها في شهر 3، من بعد يعطيوها في شهر 6، وقد تختلف من مؤسسة إلى أخرى. بالنسبة للكوليج غادي نمشي دروك تكلمت لكم على الليسي، دابا نتكلم لكم بالنسبه للكوليج. بالنسبه للكوليج نفس الشيء، كذلك بغيت نقول لكم سواء بالنسبه للكوليج او بالنسبه للليسي تقدروا انكم ديروا لا دوموند اونلاين يعني وتسهلوا على راسكم اذا بغيتوا، اما اذا شفتوا راسكم ما باغينش ديروها اونلاين وتجيبوا لو دوسي وتعمروا وتاخذوا لهم الورقات يعني انتوما كيف بغيتوا. بالنسبه لا دوموند اونلاين كذلك تقدروا انكم ديروهم مع بدايه السنه الدراسيه يعني من سبتمبر حتى لاكتوبر. بالنسبه للثانوي باش ما نغلطش لكم، بالنسبة للثانوي كيكون من 1 سبتمبر حتى ل 15 اكتوبر، اما بالنسبة للاعدادي كيكون من 1 سبتمبر حتى ل 21 اكتوبر. هذا بالنسبة يعني بالنسبة للمنحة ديال الدراسة، واللي بغيت انني نفكركم بلي انه تقدروا ابتداء من لو موا دو مي. بالنسبه لليسي، بالنسبه لليسي غادي نقول لكم النوع ديال لو سيرفا، دوسي لو سيرفا اللي هي النمره ديالها 11 319 17. اما بالنسبه للكوليج واللي هي النيميرو نتاعها 12 539 10. المهم نتمنى انني ما نكونش غلطه هنايا. الوغ درو دابا غادي نمشي لكم بالنسبه للمغرب واسبانيا. كيف كتعرفوا انه كتسمعوا نظن في مجموعه يعني من القنوات انه المغرب سد، انه المغرب مدد، انه المغرب حل. بغيت نقول لكم انكم فاش تدخلوا لو سيت اوفيسيال ديال رويال اغ ماروك ما كتلقاوش على انه يعني المغرب راه مدد اغلاق يعني الحدود الجويه حتى 9 يونيو على ما هو رائج. يعني حاليا ما كاينش شي حاجه في لو سيت اوفيسيال، ما كايناش وشنو اللي كاين تما، كاين فقط انه الحدود مغلقه الى غايه 21 ماي. ربما فاش توصل تقرب توصل 21 ماي تما عاد غادي يشوف واش يمددو او لا ما يمددوش، وهذا الشيء ديجا هضرت معكم يعني فيه. ولكن بعض الصحف المغربيه بطبيعه الحال فعلا كتبات على انه سوف يتم تمديد اغلاق يعني الحدود يعني ما بين يعني المغرب وكذلك مع مجموعه من الدول ومن بينها كذلك فرنسا. اللي بغيت نقول لكم هو انه حاليا ما كاينش شي حاجه اللي كيتسمى كنقولوا حنايا اوفيسيال معلنه من طرف لاغام باش اننا نقولوا واه راه كاين واحد الاغلاق ديال الحدود. حاليا ما كاين شي حاجه، ولكن كاين فقط اخبار اللي تداول في صحف، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي هي اوفيسيال. بالنسبه فعلا حاله الطوارئ يعني انها تمدد حتى لشهر 9 يعني حاله الطوارئ، ولكن بالنسبه لاغلاق الحدود مازال ما كاين حتى شي حاجه. بالنسبه لاسبانيا خاصكم تعرفوا انه عندها خلافات سياسيه ما بين اسبانيا وما بين المغرب. دابا حنايا كمهاجرين باغيين نعرفوا واش انه غادي يعني باغيين تسدوا الحدود فقط حيت بيناتكم خلافات سياسيه، او انه غادي تسد الحدود لانه فعلا هاد الوضعيه ديال الوباء هذه ما تصلحش انه باش تفتحوا الحدود. يعني بطبيعة الحال كيف دائما السكوت الراهن
رهيب ديال الحكومة الفرنسية، نتاع الحكومة المغربية، ما كاين حتى شي حاجة باش غادي المواطن يفهم وشنو كاين. هذا هو اللي كان في الموضوع ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وزدتوا شي حاجة. المهم في الراس ديالكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، وشكرا لكم على المتابعة.